في هذا العدد 7 حدث افتتاح جلالة الملك محمد السادس للبرلمان في دورته الخريفية، فما هي أهم تفاصيل الخطاب الملكي خلال هذه الدورة وكيف تفاعل البرلمانيون معه؟ فقرة 3 أسئلة إلى نرصد من خلالها أهم الرهانات التي ستعرفها هذه الدورة الخريفية على المستوى التشريعي والرقابي، وذلك مع رئيسي مجلسي البرلمان. أما كواليس العدد فنتابع من خلالها أهم الوجوه الجديدة التي دلفت إلى البرلمان خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة. مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الموسم الجديد من مجلة البرلمان والناس. في أول عدد خلال هذا الموسم نتابع الحدث الأبرز، وهو افتتاح جلالة الملك محمد السادس للبرلمان في دورته الخريفية. نتابع تفاصيل الخطاب الملكي وكذلك كيف تفاعل البرلمانيون معه، كل هذا في تقرير أمين الخالدي. افتتاح البرلمان، يقول جلالة الملك محمد السادس، ليست مناسبة دستورية فقط، بل بالإضافة إلى رمزيتها فهي محطة للوقوف وقراءة وإجابة على الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب والعالم. برامج محاربة أثار الجفاف تجيب على إشكالية التغيرات المناخية، وميثاق استثمار وتعبئة مبلغ 550 مليار درهم يساعد اقتصاد الوطني على الخروج من أزمة كورونا ومخلفاتها عبر التشجيع على الاستثمار، أبرز مضامين الخطاب الملكي. إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثل الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما التي تحظى بالإسبقية. وقد ارتئينا أن نركز اليوم على موضوعين هامين. الأول يتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، والثاني هم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار. الخطاب ديال سيدنا الله ينصره تيتلائم مع الظرفية الحالية اللي كنعيشوها، وقاس جوج نقاط مهمة جدا، هي مشكل الماء اللي كيعرفوا المغرب وكيعرفوا الكون بأسره، وكذلك قانون الاستثمار الجديد اللي جاء بمجموعة من النقاط المهمة. الخطاب ديال سيدنا الله ينصره كان خطاب اللي هو واضح، اللي فيه جوج ديال المحاور. المحور الأول الأساسي اللي هو كيتكلم على الندرة ديال المياه، كيف ما كتعرفوا راه بلادنا كدوز واحد المرحلة صعيبة، وهذا الموضوع هذا خاص تاخذ بجدية وبدون مزايدات سياسية. المحور الثاني كتساني كذلك اللي هضر عليه سيدنا هو تشجيع وتيرة الاستثمار، بحيث انه هذا الورش هذا اللي هو ورش كبير، وغتكون قوانين تشريعية مهمة في هذا الافتتاح ديال هذا الدورة ديال البرلمان، وكاين واحد المجموعة ديال القوانين اللي هي جد مهمة، كخص ضروري الاخوان البرلمانيين يطرقوا المشاكل ديال المواطنين. بالنسبة لأهم النقط اللي جات اليوم في خطاب صاحب جلالة محمد السادس نصره الله بالبرلمان، أول نقطة وهي نقطة الماء، كيفية المحافظة على الماء والتعامل مع التغيرات المناخية. والنقطة الثانية وهو تشجيع الاستثمار والتركيز على الجالية وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة لدعم الشباب. أولا جيت فخورة أنه لأول مرة نحضر الافتتاح بحضور صاحب الجلالة نصره الله، وكبرلمانية من مغاربة العالم جيت فخورة بالوطن ديالي وبصاحب الجلالة نصره الله وبالعناية اللي كيخصها لمغاربة العالم. ودائما كما كنشوفوا في الخطابات كلها كيذكر كيعطي واحد العناية واحد الاهتمام لمغاربة العالم. في تفاصيل الخطاب الملكي في الولاية التشريعية 9، حث على اتباع سلوك جديد نحو استعمال الماء، تكون الإدارة والمؤسسات الوطنية سباقة إلى نهجه، وتفعيل لمخرجات جلسات العمل حول الماء عبر تنفيذ البرامج الحالية ومواصلة بناء السدود. كما حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سد منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سداً في طول الإنجاز. وكيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة. ونخص بالذكر تكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني
الماء البيني ومحطات تحلية المياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء لا سيما في مجال الري. الماء صراحة هو حديث الساعة، كاين واحد الخصاص كبير فيما يخص الماء، ولكن الحكومة ولا الدولة بشات قطعت أشواط كبيرة فيما يخص هذا التخفيف من هذا الخصاص ديال الماء، وهي المحطات ديال تحليات مياه البحر. كاين محطات ثابتة وكاين محطات متنقلة، هذه المحطات من شأنها باش تحول باش نقص من هذا الخصاص اللي كاين، وتحاول تدارك فيما يخص على الأقل فيما يخص الماء الشروب وكذلك الماء السقيل. الخطاب الملكي السامي جاب نقطتين مهمتين، أولا تتعلق بالماء، وتنعرفوا يعني القيمة ديال الماء والظروف اللي تعرفها العالم ماشي غير المغرب، ولكن الحمد لله المغرب داير واحد السياسة اللي هي استباقية من أجل أن تأمين الاحتياطي للمواطنين المغاربة. والنقطة الثانية والمهمة أيضا وهي بالنسبة للاستثمار، والمبلغ ديال 500 مليار اللي تطرحات والعدد ديال يعني الفرص ديال الشغل هي مهمة ومهمة جدا. في الشق الثاني من الخطاب الملكي حث على التوجه نحو الاستثمار المنتج عبر انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، ورسالة الملك للمراكز الجهوية للاستثمار بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار ورفع العراقيل. وفي هذا السياق نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ولتحقيق الأهداف المنشودة وجهنا الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف من تعاقد وطني للاستثمار، ويهدف هذا التعاون لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026. ميثاق الاستثمار اللي أكد عليه صاحب الجلالة خصوصا فيما يخص الشق ديال الجالية المغربية يعني العمل على استقطاب المستثمرين المغاربة، ونحن نعلم أنهم يعني كلهم لديهم رغبة يعني خاصة للرجوع إلى أرض الوطن والاستثمار، خصوصا في الظرفية التي يعرفها العالم وخصوصا الإكراهات والصعوبات التي تعرفها الدول الأوروبية. الاستثمار اللي أعطت صاحب الجلالة التوصية الملكية ديالو السامية باش النهوض بقطاع الاستثمار وجلب استثمارات خارجية وأيضا داخلية وأيضا مواكبة مغاربة العالم في الاستثمارات التي يقوموا بها في بلادهم إن شاء الله. لأجل هذا أكد الخطاب الملكي مرة أخرى على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري وتبسيط ورقمنة المصادر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء وتوفير الدعم المالي لحاملي المشاريع. ما هي أهم الرهانات التي ستعرفها هذه الدورة الخريفية على المستوى التشريعي والرقابي؟ ما هي أهم المشاريع ومقترحات القوانين التي ستوضع على الطاولة من أجل المناقشة والمصادقة؟ وكذلك كيف سيتعامل البرلمان مع هذه الظرفية الصعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؟ أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى مع رئيسي مجلسي البرلمان. نتابع. السؤال الأول للسيد نعمان ميارة رئيس مجلس المستشارين، ما هي أبرز مجالات اشتغالكم خلال الفصل الفاصلة بين الدورتين؟ خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين كان لمجلس المستشارين عدة أنشطة سواء تعلق الأمر بالدبلوماسية الموازية وعمل الاشتغال داخل اللجان. أعتقد بأنه من أبرز الأشياء التي كانت ضمن الفترة الفاصلة فيما يخص الدبلوماسية البرلمانية وترأس رئيس مجلس المستشارين لإشغال الملتقى العاشر لرابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي احتضنته بجمبورا عاصمة بوروندي، وكانت مناسبة أيضا للاطلاع على سير هذه الرابطة التي يترأسها مجلس المستشارين، وهي كذلك كانت مناسبة أيضا لعبر فيها كل أطراف كل منخرطين وكل أعضاء داخل هذه الرابطة على نقل المقر لمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، واعتبر أن هذا عمل كبير قام به مجلس المستشارين. سيكون المقر رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي، مقرها سيكون في الرباط بدلا عن المقر الذي كان في اليمن. أعتقد هذا إنجاز كبير.
إنجاز فيما يخص خاصة تسهيل عمل الرابطة ومدى الإشعاع اللي يمكن يكون خلال كذلك الفصل الرابطة. احتضننا داخل مجلس المستشارين للمنتدى الإفريقي البرلمانات الإفريقية حول تقييم السياسات العمومية واللي شاركوا فيه استدرى رؤساء برلمانات إفريقية وكذلك أكثر من 70 برلمان إفريقي. كانت مناسبة لتقييم وتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص تقييم السياسات العمومية، وكانت مهم جدا هذه خاصة السياسات العمومية المتعلقة بتحديد أو بمدى تقيد الدول بالالتزام بأهداف الألفية. هذو نشاطين كبار كان مضافة من طبيعة الحال إلى العلاقات الثنائية فيما يخص علاقات مجلس المستشارين المؤسساتية مع دول أخرى. السؤال الأول للسيد رشيد طالب العالمي رئيس مجلس النواب، ما هي أبرز مجالات اشتغالكم خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين؟ الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت واحد المجموعة ديال الاجتماعات ديال الأشغال فيما يتعلق باللجان اللي انكبت على دراسة بالخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار. هذا اللي عنده واحد الأهمية كبرى لأنه كيفتح مجال الاستثمارات في المستقبل وخلق مناصب الشغل وتشجيع الرأسمال الوطني والأجنبي على الاستثمار في المغرب، واللي غادي يكون جاهز مع الدخول ديال الدورة. كان اجتماع كذلك ديال اللجنة التي تشتغل على النظام الداخلي، دابا تقريبا النظام الداخلي جاهز، سيتم التصويت عليه في اللجنة الموسعة ثم يرفع إلى الجلسة العامة. ومجموعة ديال القوانين الأخرى اللي آخرها كان في هذا الصباح اللجنة اللي صدقت على قانون بمرسوم لتمديد في صلاحيات مجلس الصحافة وتأجيل انتخابات خلال 6 أشهر المقبلة. كانت هناك أشغال على مستوى الدبلوماسية البرلمانية مكثفة جدا، حضور المغرب على مستوى في جنوب إفريقيا على مستوى البرلمان الإفريقي، ثم دعوة المكتب الجديد للبرلمان الإفريقي اللي أول مرة يعني بعد انتخابه كيعمل واحد زيارة رسمية اللي كانت هي المغرب، واللي خلقنا واحد العلاقات متميزة مع هذا الجهاز البرلماني باش يكون عنده يعني واحد عواطف نخلقوها مع المملكة المغربية. السؤال الثاني، ما هي أبرز مقترحات ومشاريع القوانين التي من المفترض أن تناقش خلال السنة التشريعية؟ هو المشروع قانون الذي يكون مهم هو مشروع قانون المالية بطبيعة الحال، وهذا هو الذي يطغى على هذه الدورة. ولكن أيضا لدينا حاليا مشروع قانون يتعلق بتنظيم صحي في المغرب، وأعتقد هو مكمل للورش الكبير الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك المتعلق بالحماية الاجتماعية. هذا ورش كذلك حين المصادقة عليه سيكون كذلك مفيد من أجل التنزيل السليم للحماية الاجتماعية، الورش الحماية الاجتماعية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى قانون الإطار ديال الاستثمار اللي هو مهم جدا وسيمنح فرص كثيرة فيما يخص الاستثمار وفيما يخص كذلك فرص الشغل للمغاربة، وسيكون إطار كذلك مطمئن للمستثمرين ومطمئن كذلك للعامل المغربي. بالنسبة لأهم القوانين ومشروع قانون المالية الذي هو اللي كياخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال هذه الفترة هذه، بالإضافة إلى مشاريع قانون أخرى، لا ننسى أن هناك مشروع قانون ديال الإطار الصحة اللي في المستشارين اللي غادي يتصادق عليه وغادي يجي لمجلس النواب، كاين القانون ديال اللي تقريبا جاهز ديال عدم الدفع بعدم دستورية بعض القوانين اللي توا غادي يصدر. هذه بالإضافة إلى مقترحات القوانين، كان هناك انكباب خاص على دراسة مقترحات القوانين وإخراجها للحيز الوجود. السؤال الأخير، ما هي أبرز رهانات اشتغالكم خلال هذه الدورة الخريفية؟ سيواصل مجلس المستشارين أولا العمل على صعيد الدبلوماسية البرلمانية فيما يخص علاقتنا بأمريكا اللاتينية أولا، وستكون هناك زيارات متبادلة. سيحتضن مجلس المستشارين لأول مرة المنتدى الاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، وأعتقد سيكون حدث كبير، سيكون باستضافة ديال مجلس المستشارين من طبيعة الحال، بالإضافة إلى أول نشاط سيكون حول الجهات، حول المنتدى الدولي للجهات الذي سيحتضنه مجلس المستشارين. وسنختم إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه السنة بمنتدى مناخ الأحمال بالمغرب. رهانات هي مواكبة العمل الحكومي فيما يتعلق بالمشاريع ديال الإصلاح، وأهم المشاريع ديال الإصلاح بعد الخطاب الملكي الأخير، ثم ننتظر يعني توجيهات الملكية في خلال الافتتاح،
شنو هما الملفات اللي غتكون هذا، لكن كلها تصب في اتجاه هادشي اللي واقع، الغلاء الاسعار، تزويد السوق الوطني، يعني استمرارية تزويد السوق الوطني بشكل منتظم باش ما يوقعش عندنا يعني خصاص كما وقع في مجموعة ديال الدول. الحكومة يعني مواكبة الحكومة على هذا المستوى. على المستوى الآخر الدبلوماسية البرلمانية احنا كنلعب واحد الدور، خصنا نلعب واحد الدور يختلف تماما عن طريقة الاشتغال الكلاسيكية، لأن الملف الوطني الصحراء المغربية خذت واحد المنحة جديد، فبالتالي يجب مواكبة الدبلوماسية الرسمية. كواليس العدد خلال هذه الحلقة نتابع من خلالها أهم الوجوه الجديدة التي دلفت إلى البرلمان، وذلك خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، وما هي الوجوه الأخرى التي غادرت، وهل حافظت هذه الانتخابات على التوازنات السياسية داخل البرلمان؟ نتابع كل هذا في ورقة أمين الخالدي. هو الإقليم الوحيد في المغرب الذي أعادت فيه انتخابات البرلمانية وهمت المقاعد الأربعة الممثلة للحسيمة في مجلس النواب، وأعادت انتخابات وأسقط صانع الحلويات عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد الأعرج، الوزير السابق ورئيس لجنة العدوى والتشريع سابقا وأستاذ القانون الإداري. عبد الحق أمغار ابن إقليم الحسيمة جماعة أيت يوسف علي، بالضبط مركز سيدي بوعفيف، مستوى الدراسي جامعي، تلقيت تعليم ابتدائي في مدرسة سيدي بوعفيف ثم ثانوية إمزورن، وبعد ذلك مشيت لمدينة فاس باش نكمل الدراسة ديالي في تسيير المقاولات، وبعد ما ساليت الدراسة رجعت للحسيمة اللي كنت أنا مرتبط بها باش ندخل في عالم الشغل مع الوالد ديالي الله يرحمه اللي كانت عنده شركة تقليدية، ومن بعد استطعنا أنا وخوتي باش نطوروها وتصبح شركة صناعية وتوصل للعالمية. وهنا احنا من خلال يعني هاد التجربة دركنا الأهمية ديال الاستثمار في المنطقة من خلال بطبيعة الحال خلق فرص الشغل وخلق واحد الدينامية واحد الرواج اقتصادي مهم في المنطقة. ومن خلال يعني الفترة ديال الحملة الانتخابية رصدنا مجموعة ديال الخروقات من طرف الأصدقاء ديالنا المنافسين، وقدمنا طعن في الموضوع للمحكمة الدستورية، وكان القرار إلغاء أربعة مقاعد برلمانية داخل الدائرة ديال الحسيمة. لقد سبق لهذا النائب البرلماني أن فاز في ولاية سابقة ولم يحالفه الحظ في السنة الماضية قبل أن تعاد الانتخابات التي لديها خصوصية هنا في جبال الريف ويعود لمجلس النواب. بغيت نشكر ساكنة ديال إقليم الحسيمة اللي أنا عايش في وسطهم على الثقة اللي داروا فيا، وغادي نبقى وفي التعاقد ديالي معهم من خلال التواصل الدائم والإنصات والدفاع والترافع على القضايا المحلية في إطار برلمان القرب. في تفاصيل هذا الطعن الفريد من نوعه على المستوى الوطني الذي تتبع ملف هذا المحامي عن هيئة الحسيمة، طعن ضد مقعدهم بحكم أنهم لم يحترموا التدابير الاحترازية والتجمعات الانتخابية خلال جائحة كوفيد، والمقعدين الآخرين أن أصحابهما قدم ترشيحا شخصيا في المنشور على أساس أن باقي المرشحين لم يحترموا إجراءات ديال الحالة ديال الطورة الصحية، فقاموا بعقد تجمعات عمومية على أساس أنه تجمع عمومية خارقة للقوانين اللي كتضبط هذه الحملة الانتخابية، مثل هذه الصور هذو اللي كتبان على أنها أخذت بها المحكمة الدستورية واعتبرتها أنها حالة تؤكد عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة في هذه المعركة الانتخابية، ما يبرر إلغاء هذه الانتخابات هذا في الوقت، لأن الناس الجميع يتساءل كثير يتساءلون لماذا أن هذا الأمر وقع على المستوى الوطني، حدث على المستوى الوطني ولم يتم إلغاء هذه الدوائر التي وقع فيها مثل ما حدث في الحسيمة. هنا تقدم المرشح ديال الحزب ببلاغ للرأي العام الإقليمي يدعوهم إلى التخفيف ما إمكانا من الحملة الانتخابية والاقتصار على وسائل التواصل الاجتماعي
وندعو جميع الاشخاص ديالنا على انهم يمتنعوا من التجمعات، يحترموا الضوابط اللي جات في البلاغ ديال 24 غشت 2021. القاضي ديالنا كذلك بما انه كان تاسس على اخطاء ديال المرشحين بالضبط، له جزء ثاني متعلق بالصور المنفرده. هناك مرشحين اللي اعتمدوا صور منفرده في حملتهم الانتخابيه، والحاله ان اللائحه الانتخابيه ترشح بالنسبه للانتخابات البرلمانيه على حسب الراي ديال المحكمه الدستوريه على انه يجب ان تكون في البلاغ ولا في البلاغ الانتخابي والاشراف الانتخابي صور جميع المرشحين في الدائره، ليكون الناخب والمواطن على بينه من الاشخاص الذين يصوت عليهم، لكي يصوت عليهم المواطن انه يعرفوا، خاصه اذا عرفنا على ان وكيل اللائحه ولا المرشح الفائز اذا منعه مانع او عاقه عائق، فان المرشح المرتب ثانيا في اللائحه هو الذي كيكون عنده انه يخلفه في اطار انه يكون مرتب ثانيا، هو اللي كيكون نائب برلماني. اما النائب البرلماني الذي حصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين باقليم الحسيمه للمره الثانيه على التوالي فهو مرشح حزب التجمع الوطني الاحرار البطهاري بطاهر، ويرجع فوزه الى اشتغاله بالقرب والى جانب الساكنه. دازت الانتخابات الجزئيه على مستوى اقليم الحسيمه، دازت واحد المرحله مهمه ومهمه جدا فيما يخص المواطنين والمواطنات، فيما يخص كذلك الاخوان المناضلين ديال الحزب التجمع الوطني الاحرار على مستوى اقليم الحسيمه اللي قاموا بواحد المجهود جبار فيما يخص التعبئه شامله ومفيده للساكنات اقليم الحسيمه. شحال جبتوا الاصوات تقريبا وكذا؟ الاصوات جبنا 10300 صوت على مستوى اقليم الحسيمه. إلى جانب الانتخابات الجزئية في الحسيمة، أعادت انتخابات برلمانية جزئية على مستوى عملة مكناس وهمت مقعدا واحد، عرف منافسة قوية بين مرشح حزب التجمع الوطني الأحرار وحزب العدالة والتنمية، وفاز بالمقعد. وجه جديد يدخل إلى البرلمان لأول مرة، صوفيا الطاهري. كانت البداية ديالي في عالم السياسة في 2015 من خلال العضوية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومن بعد 7 سنين ديال التجربة تقفي حزب التجمع الوطني للأحرار كشابة من مدينة مكناس ورشحني للبرلمان، والحمد لله المكناسيين صوتوا عليا واختاروني ممثلة ديالهم في البرلمان بنسبة أكثر من 65% من الأصوات. صوفيا الطاهري هي مهندسة في الأشغال العمومية، درست بمكناس قبل أن تكمل دراستها بفرنسا لتعود إلى المغرب وتشتغل في عالم العقار والبناء والأشغال العمومية. هادشي اللي تحقق في مكناس هو رسالة لكل الشباب والشابات باش يتيقوا في راسهم ويدخلوا للأحزاب. أنا كنشكر الساكنة ديال مكناس اللي صوتات عليا كشابة في الانتخابات المحلية اللي هي ماشي سهلة. وقبل حوالي 3 أسابيع أعدت انتخابات جزئية بإقليم أسد، وعرفت صراعا انتخابيا بين مرشحين من الأغلبية ومرشح ثالث من المعارضة، ولأول مرة يدخل رشيد بوكطايا عن حزب الأصالة والمعاصرة لمجلس النواب بعد أن صوتت عليه أزيد من 41 ألف ناخب. أول حاجة أننا خصنا نطوروا العمل ديال نساهموا في العمل ديال الجامعات الترابية القروية، لأن هاد واحد الجامعات اللي كيقوموا بواحد الدور مهم وخصهم واحد التفاتة واحد دعم من وزارة الداخلية ولا من القطاعات الوصية اللي عندها صلة بالجامعة الترابية. الجامعة الترابية القراوية هي واحد الأداة ديال التواصل ديال ساكنة العالم القراوي اللي مهمة بزاف، ولاني رغم ان القوانين والمشرع عطاها بزاف اختصاصات وعطاها بزاف مسؤوليات هذه المراه، ولاني كيبقاو الامكانيات الماديه ديال الجماعات القرويه كلهم ضعاف بزاف على المستوى على على على, على المستوى ديال التسيير ديالهم وعلى المستوى ديال باش يديروا التنميه في المناطق ديالهم. الانتخابات الجزئيه اعدت ايضا بكل من اقليم الدريوش وقرسيف وعين شقب الدار البيضاء. 8 مرشحين حافظوا على مقاعدهم ودخل الباقي لأول مرة حالة إقليم الدريوش الذي خلق فيها شاب المفاجأة. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة وإلى اللقاء في العدد القادم.